السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي اقول لك ان الاتحاد المصري لطلاب صيدله بيضحي وبيمسي على اي حد بيدرس صيدله. تقول لي يا جاكسون احنا هندسه، اقول لي يا جاكسون احنا تجاره، يقول لك احنا لزوم ومعلومات، اقول لك بص كل حاجه وليها وقتها. انا جاي النهارده اقول لك في حاجه ليها علاقه بطلاب صيدله، فلو انت تعرف اي حد في طلاب من طلاب صيدله دول ابعت له الفيديو ده. ليه؟ لان انا شخصيا اعرف ناس كثيره جدا بيدرسوا صيدله وطلعان عينهم وسنين من الدراسه والشغل والتعب، ويعني برده مش عارفين يسافروا ومش عارفين اهميه السفر في الوقت ده. بس انا جاي اقول لك بقى، لو انت لسه في صيدله وبتدرس صيدله، فان في فرصه كبيره جدا للسفر. هتقول لي عن طريق مين، او هتقول لي ايه هي الفرصه، او هتقول لي هنعمل فيها ايه؟ هقول لك في الكلام وجاي اهو. بص يا سيدي، دلوقتي عشان ما تتوهش مني، في حاجه اسمها الاي بي اس اف. الاي بي اس اف دي ده ويب سايت انترناشونال طبعا الاتحاد المصري لطلاب الصيدله، بيسفروا الناس من بره. جميل قوي. بيعملوا ايه؟ بيعملوا تريننج بره، بيعملوا فتره معايشه، بيسكنوا، بيقعدوا فتره وبتاع، والمهم انها سهله جدا في السفر. جميل قوي. تقول لي طيب احنا مالنا دلوقتي ده انترناشونال؟ اقول لك بقى يا سيدي ان الاتحاد المصري برضو بقى لطلاب صيدله بيوفروا سفر من داخل مصر عن طريق حاجه اسمها ايه؟ الاي بي اس اف. هقول لك يا سيدي ان زي ما عندهم ويب سايت انترناشونال اسمه الاي بي اس اف، عندهم ويب سايت تاني جوه مصر اسمه الاي بي اس اف. طيب ده بيعمل ايه؟ ده يا سيدي من الاخر بيبقى هو الوكيل ليك منهم ليهم بره علشان تقدر تسافر. هتقولي ازاي؟ اقول لك بكل بساطه، زي ما الاتحاد المصري لطلاب صيدله عمل ويب سايت الانترناشونال اللي هو الاي بي اس اف، عمل برضو ويب سايت جديد جوه مصر وجروب، وفي حاجات كتير جدا هبعت لك، هسيب لك الويب سايت بتاعتهم كلهم في الديسكربشن تحت. الاي بي اس اف دول يا جماعه جوه مصر دلوقتي، لو انت من طلاب صيدله تقدر تقدم معاهم على ان انت تطلع تعمل ستودنت اكستشينج بروجرام، انك تعمل فتره معايشه وانك تعمل تريننج وحاجات كتيره جدا، واهمهم انك هتعرف تسافر عن طريقهم. كل اللي عليك في الاول انك تعمله انك تخش على الاي بي اس اف، وده الانترناشونال ويب سايت بتاعهم، علشان تعرف ايه البلاد اللي ممكن تسافرها. وبرده خد بالك ان في شويه من البلاد دول بيقدموا لك انك تعمل الاقامه عندهم ببلاش، كده كده التريننج بتاع البروجرام ده ببلاش، ولكن انا بقول لك ان في شويه من الدول بيقدموا لك انك تقعد عندهم ببلاش، تعمل الاقامه كمان ببلاش. فانت هتعمل فتره المعايشه بتاعتك، هتعمل الستودنت اكسشينج بروجرام بتاعك او التريننج بتاعك، هتقعد في البلد على حسب البلد انت رايحها، لو الاوبشن بتاعها انك تديك اقامه ببلاش كده كده كل ده بلس ان هو بيسهل لك السفر يعني. فانت ان شاء الله ما تقدم معاهم هتقدر تسافر باذن الله لو انت واحد من طلاب صيدله، فما تقلقش ان شاء الله. المهم ان انا هسيب لك كل الويب سايتس المهمه اللي انت المفروض تخش عليها وتعرف اكتر عن الموضوع ده، بلس لو انت عايز تعرف اي معلومه عن الموضوع ده فانا هسيب لك جروب للتليجرام في اللينك موجود في الديسكربشن تحت، ممكن تخش عليه تعرف اي تفاصيل اكتر عن الموضوع ده. بس يا سيدي، لو انت تعرف اي طلاب صيدله، لو انت صيدلي، لو انت تعرف اي حد ليه علاقه بصيدله، ممكن تبعت له الفيديو ده عشان يبقى عنده فرصه سفر ان شاء الله. القبول نسبته عاليه جدا معاهم ان شاء الله، لان هو بيبقى من بروجرام لبروجرام، وكمان ده حاجه تبع الاتحاد المصري للصيدله. فالمهم لو انت تعرف اي حد في صيدله، لو بتدرس في صيدله، لو ليك حد صاحب حد في صيدله، فاعمل له شير عشان لو ربنا كرمه ان شاء الله تبقى انت ليك جزء من الحسنه اللي هتعملها فيه صدقني لما يسافر ان شاء الله. فتوكل على الله، وباذن الله لحد ما ربنا يبعت لنا كده حاجه بقى للتجاره وحاجه لنظم ومعلومات وحاجه للهندسه ان شاء الله، وتوفر على الجميع والجميع يسافر باذن الله بكل بساطه. المهم انها حاجه تبع الاتحاد المصري لطلاب صيدله، فحاجه مهمه جدا ان انت تبقى واخد بالك ان دي مش حاجه بسيطه بتقدم من طريق بروجرام لبروجرام. الحاجه بتبقى كويسه ان شاء الله، ونسبه القبول قويه جدا، لان انت في الاول في الاخر طالب لصيدله، التريننج لذيذ جدا والمواضيع ابسط من البساطه. فان شاء الله توكل على الله، خش على الويب سايت شوف كل حاجه، اعرف كل المعلومات. زي ما قلت لك هسيب لك لينك للتليجرام جروب لو عايز تعرف اي تفاصيل للموضوع ده باذن الله، او اي سؤال ممكن تساله لهم هتلاقيهم موجودين معاك 24 ساعه ان شاء الله. هسيب لك لينك للاي بي اس اف، وهسيب لك الجروبس اللي موجوده جوه مصر ان شاء الله تقدر تتعامل معاهم على الفيسبوك او الويب سايت بتاعتهم. الاي بي اس اف ان شاء الله، توكل على الله، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. ويا رب كل طلاب صيدله يدعوا لنا، واشوفكم على خير في امريكا باذن الله، ونقعد مع بعض قاعده نتعرف باذن الله، ونتجمع ان شاء الله، ولو حد عنده اي سؤال يساله ان شاء الله. اشوفكم على خير، واشوفكم في احسن حال يا رب دايما، احنا وكل الناس وكل الطلبه وكل الدنيا كلها ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.